الجولة. يحيى الشهري هذا اللاعب بصراحة اسمحوا لي، أنا في ناس كثير بيستقعدون للكلام اللي أنا بقوله، بيقولون يحيى الشهري بتمثل بأوزل اللاعب الألماني، هي مو مسألة تمثيل، بس أتكلم أنه الإضافة الفنية. شفنا الأرسنال في الدوري الإنجليزي ومتابعين للدوري الإنجليزي، وأرسن فينجر مدرب الفريق يعني كان عليه سخط كبير من الجماهير أن أنت بعت كل اللاعبين، أنت ما عندك طموح، أنت الفريق ما أدري وين بيروح، وكان على وشك يطلع من النادي فجأة بعد صفقة مسعود أوزل. أوزل حرك أشياء كثيرة في الفريق داخل الميدان، حتى على مستوى الروح على فكرة، ترى مو بشرط يعني، ممكن واحد يقول لك لاعب يفرق، أي لاعب يفرق، ممكن لاعب يشيل فريق وممكن لاعب يكون كويس على قد حاله بس يحتاج فريق يشيله. أوزيل من نوعية اللاعبين اللي راح لأرسنال شال الفريق من الناحية الفنية، من الناحية النفسية، حتى ترتيب، حتى إحساس اللاعبين اللي ممكن يقدمون شيء بعد 3-4 مباريات قاعدين يفوزون فيها. الآن نقول أن أرسنال متصدر في الدوري الإنجليزي، نفس الحالة مع اختلاف الإمكانيات والأندية عندنا في السعودية، مو بس النصر وأرسنال، على كل عشان لا أحد يقول لا مانشستر سيتي ولا هلال ولا شباب، كلهم مع اختلاف المسميات. أنا أتكلم الحالة، يحيى الشهري جاء إضافة فنية، أنا اللي شفته من يحيى الشهري شفته في أكثر مباراة سابقة متى ما كان موجود، سواء كان لاعب أساسي سواء كان لاعب احتياط، سواء متى ما نزل يغير أشياء كثيرة في الملعب، تحرك اللاعب بالكرة، تحرك بدون كرة، تحرك إيجابي جدا، يتحرك على بشكل عرضي، يعني نشوف يحيى الشهري إذا تحرك بشكل عرضي له إنتاجية، إذا تحرك بشكل طولي أيضا له إنتاجية، يخترق مع العمق، اللاعب قاعد يقدم أشياء كثيرة، حتى إذا دخل مع الأطراف ممكن يعكس على الجوز، لاعب متمكن، إضافة فنية في نادي النصر، خلينا نقول يعني مؤشر جيد داخل الملعب وداخل أرضية الميدان ليحيى الشهري. ما شاء الله تبارك الله، لاعب أضاف الكثير لنادي النصر، وخلينا نقول جماهير نادي النصر وش بتقول على يحيى الشهري، لسان حالها وش تقول بعد مباراة أمس تحديدا، نسمع. شامبو كلير، شامبو نهاية القشرة.